السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعين قناة المبدعين، أهلا بحضراتكم. إن هذا هنتكلم عن فكرة جديدة لأول مرة ممكن يكون حد زعها، إن احنا نستخدم موبايل قديم لشحن بطارية ليثيوم أيون مع بيان للشحن، مستوى الشحن مع إشارة أو علامة عند امتلاء البطارية. الفكرة إن احنا هنستخدم الموبايل مع عمل دايرة بي اس اي لبطارية الليثيوم. ذكرنا في فيديو سابق ان بحيث انك تحصل على طرف بي اس اي لبطارية الليثيوم هنستخدم مقاومة قيمتها 10 كيلو اوم للطرف الاوسط للموبايل. هنثبت المقاومة بحيث ما يحصلش اي حركة. هنجيب كابل كروكودايل هنوصل البطارية معانا بالموبايل. زي ما قلنا في الفيديو السابق لابد من توصيل طرف آخر للمقاومة العشرة كيلو أوم مع الطرف السالب زي ما حضراتكم شايفين. هنشغل الموبايل. البطارية منخفضة جدا، الموبايل مش هيشتغل. هنشوف قيمة البطارية. البطارية 2 فولت مش غير صالحة لتشغيل الموبايل. هنوصل الشحن بالموبايل. كده البطارية بتشحن. وبكده حصلنا على مستوى الشحن بطارية الليثيوم ايون، يعني نعرف ان البطارية شحنت كم بالضبط، ونعرف ان البطارية عند الامتلاء التليفون بيكتب الرجاء نزع الشحن. زي حضرتكم شايفين مستوى شحن البطارية واضح أمام حضرتكم. لو فصلنا الشاحن لم يتم شحن البطارية بالكامل. احنا غيرنا البطارية، البطارية تعتبر مشحونة بنسبة 95%. هنوصل الشاحن. جاري الشحن. هفصل لحين الامتلاء البطارية وهوريها لحضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين البطارية ممتلئة. افصل الشاحن. بكده احنا صممنا دايرة شحن بطارية الليثيوم مع امكانية معرفة مستوى شحن البطارية وفصل عند الامتلاء. بكده نكون انتهينا من حلقة اليوم. شكرا متابعين قناة المبدعين، اتمنى تكونوا استفدتم من الفكرة معنا. الرجاء الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.